دخلوا جمال في النقد نتاع المحللين الفنيين بعد مباراة كينشاسا مثلا. طارق ذياب بعد المباراة حكي قال انه فما اخطاء فنية لابد من تعلم الدرس كما هو كما حاتم الترابلسي. هذا نسمع طارق ذياب شنو قال بعد المباراة. ما تجمع لاعب مميز تلعب بطريقة هجومية عندك الامكانيات. صحيح. عندك 75 دقيقة ما سجلنا الهدف الا في الدقيقة 76. يعني اليوم لعبنا بالنار، احنا نقول لعبنا بالنار، المباراة ما كانت سهلة، مباراة صعبة جدا، برافو اللاعبين، برافو التركيز، وصل 15 دقيقة الأخيرة أو 20 دقيقة الأخيرة، ولهذا لازم يتعلم كما قال حاتم. طبيعي أنا أقول التغييرات، يعني اللاعبين المتواجدين على دكة الاحتياط أفضل من اللاعبين المتواجدين في الشوط الأول. هناك أخطاء، هناك أخطاء في التشكيل، هناك أخطاء في طريقة اللعب، هذا صعب مأمورية الفريق، لأنه كما قلنا المساكن في الشوط الأول وحده. ليس هناك مساند اللاعب هذا في الشوط الثاني، دخل بدري، دخل سليتي، دخل اللاعب بن يوسف ثم اصبح شاهدنا مع لولي سعد اكثر، شاهدنا حتى البدوي في الهدف الاول، ولهذا واضح هناك اخطاء. مدرب حاب ممكن يمتص حماس الفريق وممكن في الشوط الثاني، لكن الحماس هذا باش يمتص ويسجلون هدفين. لما يكون عندك امكانيات لازم توفرها للفريق، ما وفرش الامكانيات للفريق في الشوط الثاني، وفر امكانيات للفريق. وهذا بطبيعه الحال الكوتشينج في الشوط الاول والتشكيل ما كانش واضح. يعني كانه الشوط الثاني تعديل تعديل لاخطاء الشوط الاول. هذا طارق ذياب نبيل، حديث الكل على التشكيل وعلى الاختيارات في الشوط بين الشوط الاول والشوط الثاني. انا خير نجاوبهم بعد ترشح مش لو هو مركز على مباراة غينيا، خاطر انا اقول انه مش من المعقول الناس عندها 20 سنة تحلل تخطئ في تكتيك المنتخب، والله تخطئ في مباراة عادية، معناها عادية انت عناس معناها ما شفتهمش، لكن تخطئ في مباراة منتخب تونس وتقول المباراة لعب منتخب تونس لعب بثلاثة وتخلي بلاد كامل تحكي انه المنتخب التونسي لعبت بثلاثة. والله جاب ربي شفنا اللقطة في اللحد الرياضي كيفاش في التابلو مكتوبين احنا 4-3-3، مش ما نقولوش هاي جات اون ديريكت معناها بعد المباراة على طول، مش ما نقولش انا نزيد ولا نقص، لكن خير اني نجاوبها من بعد انا، خاطر فما دروس يلزموا معناها مش انا باش نتعلم الدرس، هما يلزموا يتعلموا الدروس التكتيكية، خاطر ما فهموش لا المنتخب التونسي كيفاش حضر مباراته ولا كيفاش لعب مباراته ولا الطريقة حتى اللي لعب بها. نبيل علاش السوء الفهم هذا نتاع 3-5 خاطر مثلا انا جمال يمكن خاطر راهو ثلاثه في المحور مش موجودين جمال هو متعود مشاو بالاسماء صحيح وقت اللي معناها لو نشوفوا ممكن انتوما التمركز ياسين مريح تشوفوا مع ياسين مريح في العشرة دقائق الأولى مش في العشرة دقائق الأولى في الشوط الأول كامل كان موجود وراء لاعبي الارتكاز الاثنين لعبنا 4-3-3 عادية عادية معناها بوجود ياسين مريح احنا قرينا حسابات كل السيناريوهات اللي ممكن تطلع في المباراة. انت كيفاش تنزل التشكيلة نتاعك؟ انا باش نلعب ضد الكونغو، الكونغو منتخب متفوق من احسن المنتخبات، فزنا عليها في تونس، فزنا عليها بصعوبة. شنو هو الشيء اللي قلقنا في تونس؟ قلقتنا الكرات الثانية اللي بالراس نتاع الديفياسيون. يلزمني هذيك نقرا الحساب انا في ماتش الروتور باش نلعب امام 100,000 متفرج، باش نلعب في ترتون فما كرات عالية معناها باش تترمى من بعيد، يلزمني نحط انسان اللي في نفس الوقت إذا كان هما لعبوا لي افيك دوز اتاكون واخروا أنا، وإذا كان من الأول دوب ما شفنا دوب معنا جاتنا التشكيل الأساسية نتاعو، خاطر هو المباراة عمل 4 تغييرات المدرب، وقت اللي عمل 4 تغييرات نتاعو معناها احنا لعبنا بال 4-3-3 نتاعنا العادية جدا، وقت اللي شفت أنه فما أون كارونس معناها أوفونسيف من الجهة اليمين رجعت رامي للجهه اليمين ورجعت ولعبنا بال 4-3-3. ممكن الفتره الوحيده اللي غيرنا فيها من طريقه اللعب هي في نهايه المباراه 4-2-3-1 وقت سليتي مشى لليسار فهمت ويوسف دخل ورا المهاجم. هذه حتى حد ما جبده في التحليل وحتى حد ما قال وحتى حد ما فق به مالوريزمون. والله نجم اللوم انا ما نجمش اللوم على جمال، ما نجمش اللوم على جورناليست، ما نجمش اللوم على معلق المباراه، لكن محلل عنده 20 سنه ومنتخب نتاعك تقول الفريق لعب بثلاثه الصور واضحه، ما يعني شوط كامل الصور واضحه امامك، ما صلحت حتى شيء، انا ما عدلت حتى شيء، السيناريو اللي قريته للمباراه هو اللي عملته اللي بدينا به، السيناريوهات الكل هذوك محضره من قبل، خاطر نعرفوا احنا من خلال وجودنا في الكونغو ومن خلال قرايتنا للصحف نتاعهم انه المنتخب الكونغو باش يهبط بثقله في بدايه المباراه كله. من بدايه المباراه باش يحاول يسجل لنا هدف، انت لو ما تسجلت الهدف الاول تعرف انه العشر دقائق الاولى بلبولي ما مش الكوره. صحيح. والراهن معناها انا عاودت المباراه 4 مرات وفي الشوط الاول كنا افضل بكثير من المنتخب الكونغولي. الشوط الثاني جسمنا الفرص اللي جاتنا.
اما الشوط الاول كنا افضل بكثير، خلقنا الحارس نتاعو وصلنا للحارس نتاعو، نسبه امتلاك الكره كانت افضل عند المنتخب التونسي، وانت تلعب في ملعب 100,000 متفرج. انا اذا كان عندك حاجه شخصيه خليها من بعد، ميسيرش نتفاهموا فيها الكره، هل الكره هل شفنا في الملعب، مش موجود في الملعب، شنو اللي عمل المنتخب التونسي؟ لكن نرجع ونقول انا راني مانيش لاهي تو بهذا، ان شاء الله بعد التاهل فما كلام اخر او فاز زاده. نبيل خلينا من ربما من الطريقه نتاع اللعب 3-5-2 ولا هو واضحه ربما انت فسرت فما حاجه. الناس راهو طريقه اللعب ما عندها قيمه، حتى قيمه ما عندها طريقه اللعب. التنشيط اهم شيء، تنشيطك الهجومي وتنشيطك الدفاعي. ممكن لعب لك انا 5 مهاجمين لكن ما وصلش للجول صحيح، ممكن لعب لك انا 6 مدافعين والفريق الخصم قاعد يهاجم فيه وصلوا لي حارس المرمى بسهوله. تنشيطك انا وقت اللي معناها في 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 الشوط الاول الفريق الخصم الكونغو اللي عنده باكومبو اللي عنده موبيلي اللي عنده كاكوتا اللي عنده بيمبا لاعبين معناها ينشطوا في البريمير ليج ويوصل لي مارتين للجول، ما انا عملت البريمير ميتو اكسبسيونيل. انا فرحان بالبريمير بالشوط الاول جمال سو لو بلون تكنيك وتكتيك، اكثر من الشوط الثاني، خاطر في الشوط الثاني وقت اللي احنا طلعنا لقدام وصلونا هما والبلبولي لا سوفير في الشوط الثاني، كان ما جاش هو رانا خسرنا، رانا تمركنا 2 هدفين اخرين صحيح، مش من اخطاء من هجمات نتاع عموما، الهدف الاول جا عن طريق خطا والهدف الثاني عن طريق خطا في الشوط الثاني ونايتي ديكوفير، ما كناش واقفين مليح من الناحيه التكتيكيه كما يلزم. نبيل خل نذكر ساعه انه قاعدين يتابعوا في الحصه نتاعنا، ما حتى ينجموا يتابعوا من خلال الباج نتاعنا فيسبوك، قاعدين يشوفوا بالطبيعه في الـ في الـ في الاستوديو نتاعنا والضيوف نتاعنا. قبل من بعد ما نمشي للجانب قانوني يهم المنتخب، لانه باش نطرحوا السؤال على الاستاذ علي عباس، وقبل ما نمشي زاد نسمع اراء الناس اللي قاعدين يتفاعلوا من الباج باج فيسبوك نتاعنا، وبرشا اسئله حاضر هنا نيس باش نطرحوها عليك انت، ونذكروا انه اللي يحب يشارك معنا طريقه واحده من خلال الباج نتاعنا فيسبوك يطرح السؤال نتاعو واحنا نطرحوا على نبيل معلول. خلينا من 3-5-2-4-3-3 ثم كلمه قالوها قالها طارق ذيب وغير طارق ذيب، هل انه ثم لاعبين كانوا ينجموا يلعبوا حق ملعبهم من اللول، ثم ناس تقول لك الروج حقه هبط من اللول، ثم ناس يقول لك ربما البدري سليتي. والله سبحان الله، نعطيك في الناس سبحان الله. الروج وقت يلعب مباراه لليق قالوا علاش يلعب من اللول، علاش ما لعبش؟ والله شيء يضحك، والله جميل شيء. شوف احنا نحضر كل حساب جوستومون، معناها الناس المحترمه، جو دي بيان الناس المحترمه، واللي مش محترمه يعرفوا روحهم. الناس المحترمه اللي معناها عاقله وتحب المنتخب وتحب المنتخب، خاطر انا كي نشوف الفرحه وقت اللي روحنا من الكونغو انه 90% او مش 90 98% 2% بركه مش فرحانين، 98% من الشعب التونسي فرحان، هذاك سي ما بلو غروند اوتو ساتيسفاكسيون، هذيك اكثر حاجه وقت الناس تبدا فرحانه وتبوس في بعض. شوف كان اللاعب جمال وما لعبش الاستاذ تقول شبيك ما لعبش الاستاذ، كان الماتش اللي بعده هذا اللي صار تو نحكيو فيه. الماتش الاولاني كي لعبت الروج، علاش لعبت الروج ما لعبتش سليتي؟ علاش لعبت فلان ما لعبتش فلان؟ ديما لي زابسون اون توجور غيزون ولي بريزون اون توجور تور، توجور ديما في كرة القدم. لكن احنا قرينا كل شيء حسابه في المباراة هذيا، كل شيء قرينا له حسابه، كل شيء عرفناه في المباراة هذيا. الروج لعب 90 دقيقة ولعب تقريبا 90 دقيقة على مستوى عالي جدا أو أقل شوية، معناها فيزيكمون إلى تو دوني، فهمت؟ ما نجمش يعطيني بعد 4 أيام لو ميم ريتم ولو ميم روندومون. سليتي نفس الشيء، سليتي دخل معناها يلعب مع فريقه متأخر، أنتم تعرفوا الكل وإحنا نعرفوا فيه واللي يعرف اللي يتبع أنه كان في تعثرات او تقلبات في التحضير البدني نتاعو، لانه بعد من الليل ما عملش بريباراسيون اتليتيك كما يلزم توا ومازال ما وصلش 100% دو سا فورم. احنا ذاك الكل قارين له حسابه، علاش نرمي اوراقي الكل انا من الاول؟ علاش غيلان ما يلعبش من الاول؟ مثلا مش نلعب الروج في بلاصه سكون في بلاصه غيلان، علاش غيلان ما يلعبش من الاول؟ اللي كان لان دي ميور جوار في الماتش الاولاني. يوسف علاش ما يلعبش من الاول؟ فرجاني اسكو ما نجمش ندخله كان من افضل اللاعبين؟ اسكو نجم من ناحيه بن عمر من ركائز المنتخب كي باش تقول هذا؟ كان بار اكزومبل لعبت واحد مكان واحد من بعد تقول لك علاش ما لعبتش هذاك مكان هذاك؟ نبيل معلول هو اللي يعرف مش يعني احنا موجودين مع اللاعبين ونعرف ان هو جاهز 100% وان هو اللي ممكن يعطيني اضافه. فما لاعب يعني لو كان تعاودت المباراه تبدا بنفس التشكيل، نفس التشكيل احنا المباراه معناها التشكيله اللي نزلناها
يعني على دراية على قراءة المنافس على نقاط القوة متاعنا، وانا هما اللاعبين جاهزين بدنيا 100%، وانا هما اللي بيعطيونا الإضافة في النص ساعة الأخيرة نتاع المباراة. هنا نترتاح.